بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة الرؤساء، معالي الوزراء، السفراء، أعضاء السلك الدبلوماسي، السيدات والسادة، يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعظيم التهنئة لكم ومن خلالكم للشعب الصومالي على انتخابكم رئيسا للجمهورية الصومالية الفيدرالية في انتخابات نزيهة وحرة شهدت جامعة الدول العربية مراحلها المختلفة، وأكد فيها الصوماليون أن بلادهم تحررت من استخدام العنف كوسيلة لتحقيق المكاسب السياسية. وقد شرفني الأمين العام أن أمثله اليوم في هذا الحدث الهام، نظرا لارتباطات مسبقة تتعلق بإعداد القمة العربية القادمة في العاصمة الأردنية عمان، وحالة ذلك دون تواجده معكم اليوم. فخامة الرئيس، إن المشهد الحضاري الذي شهده العالم لثلاثة رؤساء صوماليين متنافسين على منصب الرئاسة يرددون سويا النشيد الوطني الصومالي عقيب انتخابكم رئيسا لأمر هام يتعدى الفورة العاطفية للحظة، أمر يعكس قناعة سياسية صومالية ناضجة بأن هدف الارتقاء بالصومال ونبذ الخلافات الماضية أصبح السبيل الوحيد لحكم هذه البلاد برشادة وحكمة، وأن الخلاف السياسي لا يفسد أبدا للود الوطني قضية. فالتحية لفخامة الرئيس حسن الشيخ محمود على قيادته الحكيمة للبلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة في فترة حفلت بكثير من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، وكل التقدير لروح القيادة والمسؤولية التي أظهرها جميع المرشحين للرئاسة والسادة والسيدات نواب مجلسي الشعب والشيوخ، معلنين بكل قوة أن الأفكار والقدرات مصوبة نحو المستقبل ونحو تحقيق تطلعات وآمال الشعب الصومالي في التنمية والاستقرار. ولا أنسى أن أحيي المرأة الصومالية التي تحملت وصمدت في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية حتى تحقق لها تمثيل مميز في الهيئة التشريعية الجديدة، ونثق بأنها ستواصل العطاء لتحقيق المزيد. فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة، يعاني الصومال من تحديات مختلفة، وقد استمعنا بكل اهتمام في الجامعة العربية إلى ندائكم للمجتمع الدولي بالتكاتف معكم لمواجهة أولوية ملحة وهي كارثة الجفاف، وسنقف إلى جواركم كما فهمنا من أولوياتكم خلال الفترة القادمة هي الأمن والاحتياجات الإنسانية وتنمية الاقتصاد، وستجدون الجامعة العربية إلى جواركم سواء في مجال رفع القدرات المؤسسية أو مواجهة أعباء الديون أو دعم الشؤون الإنسانية والتعليمية والثقافية أو مواجهة أعباء الديون الخارجية وغيرها من التحديات التي تعيق تقدم الاقتصاد، وهو واجب ومسؤولية تجاه دولة من دولها الأعضاء تقوم بها جامعتكم بكل تنسيق وتعاون مع حكومتكم الموقرة. فخامة الرئيس، أغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم اليوم إلى الشعب الصومالي بالتهنئة مرتين: مرة بانتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيسا توافقيا يحظى بإجماع شعبي ورضا دولي صومالي عام، ومرة ثانية على نجاح تجربتكم الديمقراطية الوليدة
وسنعمل جامعة الدول العربية معكم رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا لتأسيس مرحلة جديدة تبنون فيها البيت الصومالي الآمن والمستقر. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت الصومال وعاش شعبها الأبي.